أكيد لازم أول حاجة هنبدأ الحلقة بالترحم على أرواح شهدائنا. أرواح شهدائنا يعني كل من فقد أو سقط لأجل حرية الوطن، ودي حاجة مهمة جدا. شيرين أبو عقلة شهيدة، جنودنا وضباطنا شهداء النهاردة، وانطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على مصر، في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من يوم 7 مايو الجاري والحد النهاردة، وثأرا لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية في المناطق المنعزلة والمتخمة للمناطق الحدودية، وقامت قواتنا الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتدمير عربتين دفع رباعي بتستخدمهم هذه العناصر في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية إرهابية. كمان نجحت قواتنا المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات النسفة واللي كانت معدة لاستهداف الجيش المصري. فجر اليوم 11 مايو وصلت قواتنا الجوية تنفيذ الضربات المركزة، وده أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية. تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية لعدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد ارتكازاتنا الأمنية، وتم التعامل معها وده أدى إلى مقتل زي ما بقولك 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف بركان. نتيجة لهذه الأعمال البطولية المشرفة لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط وأربع جنود، وأصيب جنديين من جنودنا، نتمنى ليهم الصحة والعافية والعودة إلى بيوتهم بإذن الله سبحانه وتعالى سلامين. بتأكد قواتنا المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قوتنا إلا إصرار على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. رحم الله شهدائنا، وكل التحية لقواتنا المسلحة وجيشنا العظيم. أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة لقناة الجزيرة المرحومة الشهيدة شيرين أبو عقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك إصابة الصحفي علي السمودي. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير. وطلبت وزارة الخارجية المصرية بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة. 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 من جانبه أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاص إسرائيلي، مؤكدا إن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقا شاملا. أعرب عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة الشهيدة. يأتي هذا بينما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الصحفية شيرين أبو عقلة التي استشهدت اليوم أثناء أدائها لرسالتها الإعلامية، والتي طالما شهدت لها الساحة الإعلامية بالعديد من النجاحات والتفوق والتميز، وتتقدم الشركة المتحدة بخالص العزاء والمواساة إلى عائلتها
والأسرة الصحفية. قبل الفاصل، عيون العالم بتشوف بمزاجها، فهي ترى ولا تبصر ولا توجد قلوب أصلا. المذابح اللي في الأرض المحتلة من بدايات القرن العشرين، مش من 48، والعالم يرى ولا يبصر ولن يبصر ولن ينصت. خد بالك، شيرين أبو عقلة تتقتل والعالم يتحدث كل يوم بقاله عشرات السنين عن حرية الرأي وحرية التعبير، عن حرية الشعوب في تقرير المصير، عن حرية الصحافة في إظهار ما يحدث، فتتقتل شيرين أبو عقلة قنصا عمدا، حتى تسكت الصحافة، حتى لا يتحدث أحد، حتى لا توثق الجريمة. بس السؤال، وهو شيرين واللي قبلها واللي بعدها مهما وثقوا، العالم هيلتفت؟ يعني حربين، حرب بقالها أكتر من 122 سنة، حرب بدأت عمليا من أيام المؤتمر الصهيوني بتاع بازل، يعني 124 سنة يا مؤمن. هل التفت العالم؟ لا. حرب بقالها 3 أشهر، العالم قام ولم يقعد. إلحق اللي بيحصل في أوكرانيا. صح، إلحق اللي بيحصل في أوكرانيا. هناك أزمة طبعا، لازم نتضامن مع الشعوب طبعا، أنا بقول لك كده بجد ومش هزار. أي حد سوي ضد الحرب، ضد إراقة الدماء، ضد تشريد الشعوب. في 3 شهور العالم قام، في 124 سنة لم يقم العالم ولن يقوم العالم. الحل مش عند العالم، الحل هنا عندنا. محمود درويش قال: هذا أخيكم، هذا صديقكم، هذا رفيق دربكم، هذا رئيسكم ياسر عرفات، هذه زميلتنا، هذه الصحافة، هذه فلسطينية، هذه شهيدة، هذه رفيقة درب، هذه زميلة، هذه إنسانة، رحم الله الشهيدة شيرين أبو عقلة. فاصل ونكمل الكلام. أهلا وسهلا بيكم معنا، وبنكمل معاكم برنامجنا التاسع. وزارة التجارة والصناعة ليها قرار شديد الأهمية أصدرته معالي الوزيرة نيفين جامع. القرار بإلزام المنتج والمستورد بإيه بقى؟ بأنه المنتج يبقى متفق مع أو متطابق مع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمركبات الطرق. يعني إن أنتجت هذه المركبة أو استوردتها عليها أن تكون متطابقة بالمواصفة المصرية رقم 33-68. طيب إيه هي هذه المواصفة؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه ونعرف أهمية هذا القرار بالمناسبة، ويبقى قابل للتطبيق من تاريخ إمتى. معانا على التليفون معالي الوزيرة دكتور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة. أهلا بحضرتك يا معالي الوزيرة. اهلا بيك يا فندم. ازاي صحة حضرتك؟ يا رب تكوني بخير يا فندم. وانتم طيبين وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. الاول، ايه هي المواصفه القياسيه المصريه 33-68؟ المواصفه القياسيه دي مواصفه تم اصدارها من خلال هيئه المواصفات والجوده، ودي بناء على يعني زي ما تقول مرئيات كثيره علشان نقدر نصل الى مواصفه معتمده يتم إلزام بها كل مستوردي ومنتجي المركبات. وإحنا حريصنا منذ يعني إحنا منذ فترة طويلة حريصين تمام الحرص على إن إحنا كل المنتجات اللي تدخل السوق المصري تكون لها مواصفات ومواصفات معتمدة. عظيم. وده بيتفق معانا كل ده برضو. ما أنا ليه بنقول كده؟ بنقول كده عشان احنا حريصين لجودة المنتج اللي يكون موجود. انا المنتج اللي عندي
خلينا اتفق معاك ان من حق المواطن المصري ان المنتج اللي يكون بيتم اتاحته ليه ايا كان، سواء بقى بتكلم في مركبات، بتكلم في سلع استهلاكيه، بتكلم في اي نوع من انواع المنتجات، لازم يكون يتمتع بالجوده والمواصفات المعتمده. عظيم. والمنهج ده احنا الحمد لله بننتهجه كوزاره التجاره والصناعه، وابتدينا ننسق فيه بشكل دائم ومستمر مع منظومه التسجيل المسبق للشركات اللي بتشتغل عليه وزاره الماليه، اللي هي منظومه نافذه او الاي سي اي، علشان فعلا لازم نصل بمستوى نضمن جوده المنتج، سواء منتج مستورد او طبعا منتج يكون منتج محلي. هذه المواصفه يا فندم مواصفات جوده فقط ولا جوده وامن وسلامه؟ كل حاجه. كله. هل هي قريبه من المواصفات الاوروبيه؟ حضرتك بص انا هقول لك حاجه، احنا في مواصفات اوروبيه وفي مواصفات امريكيه وفي مواصفات وفق الاتحاد الاوروبي، احنا عندنا في هيئه المواصفات والجوده معايير لكل موصفه وبيتم احتساءها واعتمادها، وبناء عليه بطلع الموصفه المصريه بما تتفق مع المعايير المتفق عليها، طبعا المعايير المصريه والمعايير الدوليه. عظيم جدا. طيب القرار ده يصبح فاعل من تاريخ امتى يا فندم؟ من تاريخه ولا لسه قدام؟ لا من تاريخه حضرتك. هناك بعض القرارات انا بطلعها بدي فيها فترة توفيق أوضاع. أيوه. يعني ندي فترة 3 شهور 6 شهور وفقا لنوع المنتج، وفي حضرتك قرارات بنكون طلعتها نتيجة أبحاث ودراسات منذ فترة فبتكون سريعة منذ تاريخ تطبيقها. طيب أنا اتفضل. لا يا فندم كملي يا فندم. لا العفو يا فندم. لا أنا كنت عايزة برضو أنوه لحاجة. اتفضل. إحنا يعني في الفترة الأخيرة طبعا حضرتك لاحظت إن إحنا كنا في نوع من الحوكمة لوارداتنا بشكل عام. طبعا. من أكثر من شق، أولا لازم يكون المنتج المستورد متوافق مع المواصفات المعتمدة أيا كان نوع المواصفة، مواصفة أوروبية، مواصفة أمريكية، مواصفة وفقا للمواصفة المعتمدة يعني، وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نعمل نوع حوكمه من الواردات كنوع من تعميق لمنتج محلي. كويس. يعني ايه تعميق منتج محلي؟ يعني انا اشوف انا محتاجه ايه من بره، هل اللي انا محتاجاه من بره ده انا عندي القدره ان انا اصنعه؟ والحمد لله ان احنا عندنا القدره على التصنيع، وعندنا كل جهات الدوله وعلى راسها فخامه الرئيس بيدعم توطين الصناعه المصريه. مجال حياة كريمة فتح قدامنا متسع لتعميق صناعات وزيادة طاقات إنتاجية إحنا في أشد الاحتياج ليها. ابتدينا إن إحنا يعني احتياجنا لهذه المنتجات بشكل أكبر، بنتجها بشكل محلي ولكن ما بقدرش أغطي الفجوة بالكامل، وبالتالي بضطر لاستيراد بعضها من الخارج، فده خلاني اتجه ان انا ابتدي ازود الطاقات الانتاجيه عندي للمصانع عشان اعمق المنتج المحلي بتاعي وازود نسبه هذا المكون. فاللي اقصده ان احنا في جميع الاحوال موضوع مواصفات والجوده ده يعني مش هقول شيء هام، ده شيء اساسي على فكره، ده بالنسبه لي شيء اساسي ومنهج احنا بنشتغل عليه. وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا هذه المواصفات يبقى لدينا المواصفه المصريه المعتمده اللي يتميز بيها المنتج المصري. والله يا فندم حضرتك ادرى مني برضو، احنا في عندنا مصنع لسيارات اوروبيه شهيره، يعني في مكون بيعمله المصنع ده هنا في مصر وبيرجع يتصدر لاوروبا والمانيا مره تانية. يعني طبعًا فاحنا طبعًا عندنا طبعًا هذه القدره فعلا، عندنا ايد عامله مدربه على اعلى مستوى قادره على ذلك. بص انا هقول لحضرتك حاجه، احنا امبارح كنا متشرفين بعقد المجموعه الاقتصاديه مع فخامه الرئيس. امبارح كل توجيهاته من خلال العرض اللي تفضل بيه دوله رئيس مجلس الوزراء لتوجهاتنا في الخطط المستقبليه لتعميق الصناعه والاهتمام بيها لاكثر من سبب. اهم حاجه ان احنا نلبي احتياجاتنا من المنتجات المحليه،
الشيء الأهم واللي فخامة الرئيس شدد عليه وحرص عليه هو توفير فرصة العمل. أنت لما بتوطن صناعة وبتعمل مصنع، أكثر قطاع بيستحوذ على أيدي عاملة هو قطاع الصناعة، بيستحوذ على أيدي عاملة بتشتغل بشكل مباشر وبتشتغل بشكل غير مباشر. بشكل مباشر من خلال العمالة، سواء مهندسين سواء عمالة فنية موجودة جوه المصنع، وفي نفس الوقت بشكل غير مباشر كل المجالات اللي بتخدم على هذا المصنع، عربيات نقل، منافذ توزيع، محلات، تجارة. فالتوجه لتوطين الصناعة هدف احنا بنشتغل عليه كحكومة، بشتغل عليه كوزارة. مش قادرة اقول لك انا دولة الرئيس بلا مبالغة لو قلت بشكل اسبوعي بيتابعني في هذا الملف. لو قلت لك بشكل اسبوعي يبقى انا ما اديتوش حقه، لان هو مثلا يبقى قللنا عدد المرتين ثلاثه في الاسبوع. متوقع اصلا يا فندم، هو بالتاكيد بالتاكيد اي دوله في الدنيا وبالذات دوله فيها ظروفنا وعواملنا، أكيد أكيد لازم مش بتولي اهتمام كبير. هي الصناعة بالتأكيد هي القاطرة الرئيسية لأي اقتصاد. فده طبيعي. طيب أنا قبل ما عايز أتطرق لموضوع تاني، عايز أقفل النقطة بتاعت مواصفات الجودة. لو افترضنا أنه يوسف راح جاب منتج ما، عربيات، تريلات، أوتوبيسات قبل هذا القرار، بس هي لسه في المينا دي، هيطبق عليها القرار ولا ما يطبقش؟ انت عايز تاخدني لنقطة انا عارفاها. ايوه. بص انا عايز اقول لك حاجة، انا في قرار طلعته، انا عارفة انت هتعايز ايه. أيوه. انا في قرار طلعته في شهر يناير واديت مدى تنفيذه شهر. حلو. ببعض المواصفات مش للعربيات، هي للسيارات وللشركة اللي بتستورد السيارات او الوكيل اللي بيستورد السيارات. عزيز. كان من اهمها ان هو لازم يكون عنده عدد مناسب من المراكز المعتمدة لصيانة السيارات، ان هو يكون دايما عنده ستوك بقدر معين من قطع الغيار اللازمة لما يتم استيراده من عربيات. هذا القرار وقت ما صدر في وان العربية تتميز ان هي يكون عندها بحد ادنى 2 ايرباك، وكلها دي عوامل امان. أيوة. للسيارة. أنا القرار ده حضرتك طلعته في يناير وابتدى تنفيذه من فبراير، ولكن حدث أن هناك كانت بعض السيارات التي تم التعاقد عليها وشحنها خلال تنفيذ فترة هذا القرار، وأنا نظرا طبعا لأن أنا حريصة على مصلحة كل الشركات وفي نفس الوقت مصلحة المستهلك المصري، فأنا بالاستثناء، مش عايز أقول بالاستثناء، ولكن أن أنا سمحت بالإفراج عن هذه العربيات طالما توافر فيها هذه المكونات، حتى لو كانت تم شحنها قبل إصدار القرار. طيب ده شيء عظيم جدا. هرجع على مسألة توطين الصناعة دكتور. أولا طبعا لازم أشكر حضرتك ده أولا، لكن مسألة توطين الصناعة، الاجتماع بتاع امبارح ما بين فخامة الرئيس ورئيس الحكومة وحضراتكم في المجموعة الاقتصادية كان بيتكلم على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. فالناس العادية يعني حتى أصحابي اللي مالهمش في الشغلانة خالص بقوا بيسألوا يعني إيه؟ يعني أني إيه هي مستلزمات الإنتاج؟ إيه هي المكونات، آسف، المواد الأولية والخام؟ هل في زي قوائم بتضم هذه المكونات والمواد الخام ولا لا؟ بص انا هقول لحضرتك، احنا كان صدر قرار من معالي محافظ البنك المركزي خلال في نهايه شهر فبراير بان احنا هنشتغل كل العمليات الاستيراديه من خلال الاعتمادات المستنديه. حلو جدا. الاعتمادات المستنديه ده نظام متعارف عليه للاستيراد، ولكن هناك نظام اخر كان معظم أصحاب المصانع بيلجأوا إليه وهو الاستيراد بنظام مستندات التحصيل. يعني مستندات التحصيل إن حضرتك لك علاقة جيدة بالمورد الخارجي، علاقة نتج بقالها أكتر يعني سنوات، وبالتالي بقى بيقدر يفتح لك زي تسهيل أو حد جاري بترجع، يعني أنت تيجي هنا في مصر تطلب المورد بره تقول له انا عايز الخامه دي وهسددها لك على 6 شهور.
وبناء عليه بيقدم للبنك اللي بيتعامل معاه هذا المستند، والبنك بيقوم بتوفير الدولار او العمله الاجنبيه المقابله لهذا المستند. فطبعا هذه الطريقه فيها كثير من التيسير على اصحاب المصانع، وفي نفس الوقت التجار اللي هم بيوردوا للمصانع الصغيره والمتوسطه. صدر قرار البنك المركزي كان الغرض منه ان احنا نعمل نوع من الحوكمه على وارداتنا من الخارج. ابتدينا ان احنا نشتغل بهذا النظام، لكن وكان فيه بصراحه تنسيق دايما بيني وبين البنك المركزي في ان انا بدي برضو الاولويه لمستلزمات الانتاج، لان انا حريصه وللخامات، لان انا حريصه على استمرار العمليه الانتاجيه، وخاصه احنا كنا داخلين على شهر رمضان حريصين ان ما يحصلش اي نقص في المواد الاساسيه ولا المواد الغذائيه، وتزامنت مع الازمه الروسيه الاوكرانيه. تمام. المهم قعدنا اشتغلنا بهذا، ولكن اللي حصل طبعا بلقائي المستمر برجال الاعمال واتحاد المستثمرين والغرف التجاريه واتحاد الصناعات، لقيت ان في كثير من اصحاب المصانع واصحاب الورش وخاصه المتوسطه وكمان المشروعات الكبيره بيجدوا صعوبه في توفير مستلزماتهم من الخارج بنظام الاعتمادات المستنديه، نتيجة نظام هم أساسا أصحاب مصانع مش معتادين عليه، وفي نفس الوقت هو كان بيتمتع ببعض التيسيرات من خلال الموردين في الخارج. أيوه. بصراحة يعني عملنا أكثر من لقاء، وأنا كنت يعني أنا متواصلة معاهم بشكل يومي، وكنت بأرصد كل التحديات اللي بتقابلهم وكل المشاكل. دولة الرئيس عمل اجتماعات تجاوزت ال 14 اجتماع معاهم في مجلس الوزراء وبحضور الزملاء من البنك المركزي علشان نقدر نصل لطريق او اسلوب بحيث لصيغه جامعه ما نوقفش العمليه الانتاجيه. امبارح طبعا فخامه الرئيس من خلال المجموعه الاقتصاديه بنعرض عليه الموقف، فبصراحة سيادته مهتم جدا العملية الانتاجية لا تتوقف، مهتم جدا ان ما يحصلش اي مشكلة لاي صاحب مصنع صغير او كبير ينتج عنه ان حجم انتاجه يقل. فبصراحة سيادته امبارح وجه بان احنا، هو قال لي ايه الاساس في هذه العملية؟ قلت له مستلزمات الانتاج والخامات. فسيادته على الفور قال يتم الرجوع للعمل بمستندات التحصيل فيما يخص مستلزمات الانتاج والخامات. وبصراحة هذا القرار أسعد مجتمع الصناعة بشكل عام. طبعا ده أسعدنا احنا، لأن احنا في النهاية خلص مو مستهلك نهائي. طبعا الحمد لله. طبعا. وإحنا بنشتغل بقى على بصراحة من امبارح والنهاردة بإذن الله ننتهي منها غدا، ان انا كل المستلزمات بالاكواد الجمركيه بحيث يتم ابلاغها للبنك المركزي والبنوك العامله، ويتم برضو ابلاغها لمصلحه الجمارك بحيث ان هم يبقوا عارفين ان كل هذه الاكواد مصرح ليها التعامل بمستندات التحصيل وفقا لما وجه به فخامه الرئيس الفتحي. طب ده حلو جدا. طبعا انا عشان عارف ان حضرتك دايما مشغوله وفي اجتماعات زي يعني ابسط حضرتك لسه قايل لنا الرئيس بيطل 3 مرات في الاسبوع، فانا ما صدقت، فانا هيبقى لسه في عندي شويه اسئله بصراحه. منها على سبيل المثال واحنا بنتكلم على صناعه السيارات الكهربائيه في مصر ومستقبلها، واظن في بعض الناس بقت فاهمه انه القصة مش في صناعة موتور الكهرباء، هي القصة في صناعة البطاريات والخلايا بتاعت العربية، وهو ده الأساس في هذه الصناعة. فمستقبل الصناعة دي رايح لفين في مصر يا فندم؟ دايما بنقعد نسمع أخبار وحاجات وبعد كده نلاقي حالة هدوء نسبي، فالناس بتترقب. لا والله، لا بص هقولك حاجة، هي مفيش حاجة اسمها هدوء نسبي. هو مش معنى إن أنا مش بتكلم عليا أنا كشخصي، أنا فاهم، أنا أو أي زميل في الوزارة ما طلعتش وصرحت واتكلمت معناها ان في هدوء. أيوة. ولكن تأكد ان هي ممكن تكون فترة عمل، فهو هدوء يسبق المفاجأة، وخاصة ان انا يعني انا هتكلم علي، انا مش هتكلم على حد، بس اللي انا هقوله علي ده
فضل من عند ربنا احنا تتسم بالحكومة تتسم بالمصداقية. صحيح. بالمصداقية يعني انا بيطلع خبر او بيطلع عنوان لجهد بيتعمل علشان اطلع اقول لك حصل ايه بالظبط، لازم يكون في خطوات ايجابيه. صح. فدي مرحله عمل. يعني انا يعني انا هقول لحضرتك حاجه، بنتكلم على السيارات الكهربائيه. ايوه. تاكد تماما ان احنا ماشيين في خطوات ايجابيه لصناعه السيارات الكهربائيه. تمام؟ كويس. سواء من خلال وزاره التجاره والصناعه وقطاع الاعمال العام، من خلال وزاره قطاع الاعمال، من التعاون مع معالي وزير الكهرباء دكتور شاكر. حلو. معانا الفريق كامل، الوزير معالي وزير النقل، معانا وزير الماليه. وهتقول لي وزير الماليه ليه؟ هقول لك وزير الماليه ليه، دي صناعه جديده عايزين نديها محفزات، عايزين نديها تشجيع سواء للصانع او للمستهلك. كويس جدا. يعني انا بكره انا انزل لك العربيه الكهرباء، فلازم سعرها ده يكون مناسب للمواطن اللي انا عايزاه يشتريها. صح. خلاص. في نفس الوقت في رسوم، في رسوم ترخيص، في فاحنا ممكن ندي كثير من المحفزات بحيث ان انا احفز المجتمع والمواطن على اقتناء هذه السياره. طيب انا بحفز الصانع وبحفز المستهلك. وزير الماليه في كل الخطوات. اتفضل. فبحفز الصانع وبحفز المستهلك، بدي محفزات للصانع او المنتج يعني، ومحفزات ايضا للمستهلك. افهم من كده ان احنا قريب هنسمع اخبار جيده. انا عارف كان في خبر مهم متعلق بشراكه بتتعمل ما بين الحكومه وما بين احد كبار المستثمرين في هذه الصناعه واللي ليهم خبره كبيره في صناعه السيارات. عشان كده انا قلت ايه، طب بعد الخبر ده ها هيحصل ايه؟ لا ها، ما احنا شغالين. ايوه. اما هنوصل انا متاكد ملامح حقيقيه هتلاقيني هنطلع اتكلم، وهتلاقي غيري هيطلع يتكلم، كل ما تقلقش. بس إنه تاكد من هذا، تاكد ان احنا ده محور هام، دي صناعه مهمه، العالم كله بيتجه الى تطوير صناعه السيارات بانتاج السيارات الكهربائيه. انا هقول لك حاجه، احنا كنا من فتره، من سنه تقريبا او جايز اكتر من سنه على فكره. أيوة. كان فخامه الرئيس وجه ان احنا نحاول التوجه لاستخدام الطاقه النظيفه، ابتدينا فعلا وعملنا برنامج احلال السيارات المتقدمه او الميكروباصات بالعمل بالغاز الطبيعي، وشغاله كويس جدا. صحيح. كان ممكن نفضل ماشيين في البرنامج ده ونسكت، ولكن لقينا توجه العالم ان احنا بنتجه للسيارات الكهربائيه، يعني الغاز طاقه نظيفه، ولكن على الجانب الاخر برضو السيارات الكهربائيه. ابتدينا ان احنا زي ما احنا شغالين، ان شغالين كلهم بالتوازي، ان احنا زي ما شغالين هنا نبتدي نشتغل على صناعة السيارات الكهربائية. وعلى فكرة صناعة السيارات الكهربائية مش مجرد ان احنا بنتكلم في البطارية، ولكن في الصناعات المغذية لصناعة السيارات بشكل عام. طبعا. ودي برضو من الصناعات اللي موجودة عندنا في مصر واللي بنحاول ان احنا ننميها الفترة القادمة ان شاء الله. والله انا يمكن علشان كمان لاحظت انه كان في قبل كده قرار متعلق باستيراد سيارات كهربائية مستعملة، وبعد كده لقيت ان القرار ده اتلغى وانه لازم يبقى الاستيراد جديد. حسيت انه ده معناه شكل من اشكال التحفيز على هذه الصناعه. لا. في مصر، وكانه جزء من هذه المحفزات. لا. فتفائلت خير. لا. طب بما اني شخص يعني متفائل الظاهر اكتر مما يجب وحالم حبتين، احنا عندنا بنعمل وبالفعل خدنا خطوات سريعه جدا وبناءه في مساله طاقه الهيدروجين الاخضر. هل ده معناه انه من الوارد بعد بإذن الله سبحانه وتعالى ما نتم أو ممكن يكون بالتوازي في مسألة صناعة سيارات كهربائية أنا يبقى في عندي كمان محركات هيدروجين؟ أنا ده موضوع فني، وأنا جايز ما أقدرش أن أنا أجي بدلوي فيه، ولكن اللي أقدر أقوله لك أن هناك كثير من الشراكات. حلو. لمشروعات الهيدروجين الأخضر بصراحة، وإنجازات قام بيها الصندوق السيادي برئاسة معالي وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد، وخاصة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. أيوه. فبرضو ده من المحاور الجديدة اللي احنا كدولة بنتجه ليها،
هقول لك حاجه كمان، لاحظ ان احنا ان شاء الله باذن الله في شهر 10 احنا مستضيفين كابتن سبا. فاحنا كلنا بنشتغل في قطاعاتنا وفي ملفاتنا بحيث ان احنا فعلا نقدر نقدم من خلال هذا المؤتمر كل المشروعات اللي بتتجه الى اللي هو الاقتصاد الاخضر. وطبعا كل المجالات اللي احنا بنتكلم فيها دي، طاقه نظيفه، غاز، كهرباء، هيدروجين، كل دي حضرتك تترجم في مشروعات ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا وان هي تظهر بالمظهر اللائق بمصر وبامكانيات مصر وبقياده مصر. هيحصل باذن الله. معالي الوزيره انا طولت على حضرتك، بس انا اتمنى بتفاؤلي الدائم ان احنا نلتقي قريبا بقى في حوار تلفزيوني مش هاتفي. انا ما عنديش مانع والله. انا عارف ان وقت حضرتك مشغول والله. والله العظيم ما عندي مانع. لا يا فندم انا عارف، عارف يا فندم. وانا نفسي ان انتوا تكونوا مقد يعني انا هقول لك حاجه مقدر. انا يعني ببقى سعيده ان انا موجوده معاك. والله انا ببقى اسعد صدقيني يا فندم. هقول لك ليه؟ لان انا سعيده جدا ان انا نوصل اللي احنا بنعمله للمواطن اللي قاعد فاتح تلفزيونه بيتفرج. لازم يبقى عارف الدوله بيحصل فيها ايه، لازم يبقى عارف الحكومه ووزرائها بيشتغلوا ازاي، رئيس الحكومه نفسه. وطبعا احنا عندنا يعني فخامه الرئيس هم عارفين احنا من غير ما نقول، ولكن احب دايما اركز على جزئيه هامه جدا ودي انا قلتها لك والله وبلا يعني بلا مجامله. احنا يعني متابعه بشكل مستمر لكل الملفات وخاصه اي ملف يخص المواطن المصري، سواء من خلال عمله، توفير فرصه عمل، توفير احتياجاته، توفير مستلزماته الغذائية، مستلزماتهم الإنتاجية. حريصين تمام الحرص إن احنا ما يكونش يعني في حاجة ناقصة، والحمد لله أظن خلال شهر رمضان الدنيا ظهرت. صحيح في الأزمة الروسية الأوكرانية على مستوى العالم كله، ولكن الحمد لله احنا بنتمتع باستقرار، استقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. الحمد لله، الحمد لله. انا بشكرك جدا يا معالي الوزيره، طولت على حضرتك، ويا رب يا رب نعرف نلاقي وقت ونتشرف باجراء الحوار التلفزيوني. كل الشكر. توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزاره التضامن الاجتماعي وهيئه التامين الصحي الشامل، ليه؟ علشان يتم مد الحمايه الاجتماعيه لغير القادر. في ازمه في اوكرانيا، حلو خالص، الأزمة أثرت على العالم، مفهوم جدا، تؤدي إلى أزمة اقتصادية كبرى في العالم كله، عارفين جدا، لازم كلنا نقدر نشوف هنتعامل معاها إزاي. على رأي المعلقين بتوع الكورة، لك واحد يقول لي أصل مصر بيحصل وهيحصل ووعى وبتاع وخلاص وسبتينا ليه يا مصر؟ ده كلام فارغ. يعني ده كلام بلهاء، سبتينا ليه يا مصر وبتعملي فينا كده ليه يا مصر؟ مصر في النهاية عرفت إنها تحافظ على أكل وشرب الناس، حافظت على وظائف الناس، مفيش حد ساب وظيفته، حافظت على مد مظلة المظلة الاجتماعية بتاعتها، مش بس كما هي وإنما المزيد من الامتدادات لمظلة الحماية الاجتماعية المصرية. معنا على التليفون المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير، ازي الصحة؟ كله تمام؟ الله يخليك، الحمد لله. كل صحة حضرتك طيب، متأخرة شوي شويتين. طيب كتر خيرك. أنا لسه كنت بقول إنه برغم كل ما يحدث في العالم إلا إنه مصر بتحافظ مش بس على مظلة الحماية، ولكن بتزيد من تمديد هذه المظلة الحمائية الاجتماعية. عايز أتكلم على هذا البروتوكول اللي بيتعمل ما بين هيئة التأمين وما بين وزارة التضامن لمد المظلة لأهالينا غير القادرين. الحقيقه طبعا احنا كان لازم نتحرك عشان نخفف اعباء الازمه الاقتصاديه المتوقعه طبعا في الفتره اللي جايه على اخواتنا في مصر، واللي هم للاسف دخولهم محدوده وما يقدروش يستحملوا على الصعيد الخاص بالصحه والعلاج ان هم يقدروا يتحملوا التداعيات. فكان اول حاجه اتحركنا فيها الحقيقه لتوجيهات من معالي وزير الماليه رئيس مجلس اداره الهيئه، طبعا ده بتنسيق كامل مع فخامه رئيس الجمهوريه
ورئيس مجلس الوزراء، وطبعا مع وزاره التضامن هنبتدي نتحرك نحط اليات جديده ازاي نضم لفئه غير القادرين في نظام التامين الصحي الشامل شرائح جديده من المواطنين. وبناء عليه كان لازم بزمن علينا ان احنا نشتغل مع وزاره التضامن الاجتماعي بالمبادرات بتاعنا عشان نبتدي نزود ونوسع دايره الحمايه على المواطنين الغير القادرين على دفع الصحي. طيب شكل التعاون اللي ما بين وزاره التضامن، يعني توصيف او مفهوم كلمه غير القادر، هينضم ازاي الى هذه المظله الحمائيه الخاصه بالتامين الصحي الشامل؟ ايه اللي هيبقى مطلوب منه وايه اللي عليه؟ لو صح تعبير ايه اللي عليه؟ تمام. هو طبعا اطار نفسه اساسه ان في هيحصل تنسيق ودراسه كامله ما بين وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الماليه والهيئه والجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء على الشرائح الحاليه. الخط بيقطع جامد. هنضم شرائح جديده شكلها ايه؟ احنا كنا في القانون في الاساس كنا ضامنين شرائح زي المخاطبين ببرامج المكرمه وزاره التضامن الاجتماعي. أوكي. اللي بياخدوا وحده الاعاقه، قاطين دور الرعايه الاجتماعيه، كل دي كانت النظام الحالي تحت غير. دلوقتي احنا بنوسع كمان لشرايح جديده وهتحصل عمليه دراسه كامله على هذه فئات جديده اللي هنضمها للمنظومه. الجزء الثاني كمان بنشتغل عليه ان احنا هنعمل عمليه تدريب ورفع الاجتماعيات اللي بيتحركوا داخل والمراكز والمدن الصغيره في محافظات تطبيق المنظومه علشان يوعوهم على هم هيستفيدوا ازاي من دخولهم في المنظومه وتسجيلهم فيها وازاي يتعاملوا معاها وازاي يستفيدوا من الخدمات اللي الحكومه النهارده او لهم من الصحي الشامل. ثالث حاجه كمان هنعملها ان احنا هنعمل حملات وعلى السوشيال ميديا وعلى الانترنت، كذلك طرق ابواب، حملات طرق ابواب وشغل مع طيب انا عمليا هو الخط سيء جدا، انا حاولت التقط بس انا فاهم المساله. هي المساله في انه هو هيتعمل خطه لاشمال كل غير المشمولين. عايز اولا اشكر المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئه التامين الصحي. هيتم مد هذه المظله لكل من هو غير مشمول في مظله التامين الصحي الشامل فيما سبق او في المراحل اللي حاصله، وبالتالي دور وزاره التضامن الاجتماعي مش بس هو توفير الداتابيز ولكن ايضا توفير، اذا كان انت عارف لما بتيجي تروح تبقى في مظلة تأمين اجتماعي تأمين صحي بأي شكل من الأشكال، تطلع بقى اشتراك أو تطلع مبلغ أنت بتدفعه في النهاية خالص في مبلغ هيدفع وعليه، فإنه التضامن الاجتماعي بتتحمل كل هذه النفقات. يعني فاكرين لما كنا بنتكلم مثلا أنه أدخن عملية في مصر بيبقى في الآخر خالص المواطن بيتحمل منها 300 جنيه، عشان بس حدش يقول لك 300,000، 300 جنيه مصري فقط لا غير. حلو كده؟ طيب في هذه الحال هتبقى وزارة التضامن هي اللي بتتحمل هذه 300 إذا لا قدر الله حد احتاج شيء ما. أشكرك مرة تانية باشمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل. وإحنا بنتكلم مع معالي الوزيرة دكتورة نيفين جامع، المسألة فعلا مبشرة جدا 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 جدا. مصر فيها إيد عاملة فعلا رفيعة المستوى في التدربة، وزي ما كنت بقول لكم احنا هنا في مصر في بعض مكونات انتاج لسيارات فاخرة أوروبية الصنع بتتعمل عندنا قبل ما بتسافر تطلع على ألمانيا والنمسا والعالم كله، بتتعمل عندنا احنا اللي بنعملها بأدمغتنا بأيدينا بعملتنا. عندنا كل هذه المقومات اللي بتقوم بيه وزارة الصناعة والحكومة، وبالتأكيد توجيهات الرئيس شديد الوضوح احنا بنوطن صناعة. يعني بالمناسبة مفيش حد ما بيستوردش حاجة، يعني اللي يجي يقول لك ايه ان الاوان، بص التعبير الستيناتي اللي هو كان حلم رائع وجميل بتاع وقته، من الإبرة للصاروخ ده حلم غير واقعي يعني غير منطقي، مش حاجة اسمها من الإبرة للصاروخ خالص، مش حاجة اسمها كده.
امريكا ما عندهاش من الابره للصاروخ، روسيا ما عندهاش من الابره للصاروخ، الصين ما عندهاش من الابره للصاروخ، اليابان ما عندهاش من الابره للصاروخ، كوريا ما عندهاش من كوريا الجنوبيه ما عندهاش من الابره للصاروخ، كوريا الشماليه ممكن، مصر ما عندهاش من الابره للصاروخ. لكن هي المساله فين؟ اللي عاوزاه وزاره الصناعه واللي عاوزاه وزيره الصناعه، اللي عايزه رئيس الحكومه، اللي عايزه الرئيس، ان احنا يبقى عندنا قدره حقيقيه كامله بل ما بين قوسين فائقه للتصنيع. اي تصنيع؟ لا مش بس اي تصنيع، بمواصفات، ويمكن ده السر وراء هذا القرار، مواصفات. انت عملت مواصفات قياسيه، عشان كده انا لما كنت بسال معايا الوزيره نيفين جامع على هي المواصفات دي قريبه من الاتحاد الاوروبي او شبهها، جاوبتني بصراحه الاجابه الاذكى، فعلا مش هزار. قالت لي مواصفاتنا اللي بتتفق مع معاييرنا وظروفنا. طيب هل ده معناه انها اقل؟ هي مش اقل بالمناسبه، يعني مش اقل من المواصفات الاوروبيه ولا اقل من المواصفات الامريكيه. طب السؤال هو ليه المواصفات الامريكيه مختلفه عن المواصفه الاوروبيه؟ وليه المواصفه الاوروبيه مختلفه عن مواصفات جنوب شرق اسيا؟ فهمني؟ في الاقتصاد وفي الصناعه وانت بتشتغل ايكونومي اوف سكيل وانت بتشتغل على ظروف اجتماعيه، كل ده في حد ذاته اقتصاد الكم، انا اسف ان انا قلت لكم ايكونومي اوف سكيل. كل ده في الاخر بيوصلك الى مواصفه ما في اي منتج، من اول الملابس اللي حضرتك هتصنعها الى الصاروخ في يوم من الايام. واحنا قادرين بس واحده واحده وهناخد وقتنا، بس هنطلع الحاجه بالمظبوط. فاصل ونكمل الكلام. النهارده المؤتمر الصحفي للاعلان عن واحد من اهم الاحداث المرتبطه بالمنظومه الرياضيه في العالم، اختيار مصر ان هي يعني تستقبل وتستضيف الوادا، الوادا المنظمه الدوليه للمنشطات وايضا المنظمه الافريقيه للمنشطات الحقيقه، واجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الاداره، ده شيء مهم جدا 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 ان هي تكون موجوده، ولا يأتي إلا بثقة كبيرة جدا في هذه الاستضافة. عن نفسي بشكر مجلس إدارة النادو المصري الحقيقة على الجهد الهادي بلا يعني ضوضاء، عمل مضني بفكر وبعلم بشكل يعني لا تتخيلوه. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي المنظمة المحلية اللي موجودة في مصر، وهي تقوم بعمل أعتقد أن العالم كله الآن أو الوادع الآن المنظمة الدولية تشعر بالجدية في مكافحة المنشطات في مصر ومراقبة اللاعبين والملاعب وكافة الألعاب، وأنها موضوعية للغاية بالرغم من أننا نعلم أن معظم اللاعبين لهم شعبية هنا وهناك، لكن العمل الجاد أعتقد أنه لا يستطيع أن يكون في أو يراعي الشعبية أو غيرها، لأن هذه هي مصلحة مصر في هذا الشأن. دي حاجة مهمة للرياضة في مصر، أول مرة في تاريخ الرياضة المصرية تستضيف مصر اجتماع مجلس إدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. ده ما جاش من فراغ، ده جه بعد ثقة المؤسسات العالمية الرياضية في الرياضة في مصر. مصر الرياضة في مصر في الفترة الأخيرة يعني حققت إنجازات مهولة، وده بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية والشعب المصري نفسه. تخيلوا أن مصر دي أول دولة في العالم تنظم بطولة عالم كأس العالم لكرة اليد أثناء جائحة، وهو ده اللي فتح الباب لكل البطولات اللي بعد كده. احنا مصر دلوقتي في ليفل 1 او بيقولوا عليها تير 1، ليفل 1 في الرياضه. ليه؟ لان احنا اولا في عدد من الميداليات الاولمبيه، في الرانكينج بتاعنا بقى افضل، بنشارك في بطولات، الرانكينج بتاع الولاد بتوعنا الرياضيين بتوعنا بقى كويس جدا في البطولات الدوليه، ومصر بتستضيف بطولات عالم كتير، وفي الاهم بقى من ده كله ان كمان ان لينا برنامج مكافحه منشطات قوي وفعال، ده فده بيثبت ان الرياضه نظيفه. فبرنامج فاحنا دلوقتي حاليا حتى النادو بتاعنا اسمه تير 1 نادو، يعني على المستوى الليفل بتاعنا رقم 1، فعلشان يبقى فيه رياضه كويسه وفي نفس الوقت في مكافحه منشطات، فده خلى الليفل بتاعنا يوصل لليفل 1، وافريقيا كلها ما فيهاش غير دولتين بس في الليفل ده. We'll be right back.
الأول أهلا وسهلا بحضراتكم. بصوا بقى، دي الفقرة التي طال انتظارها. ليه؟ لأنه دي اللي بينتظرها عشرات الملايين من مصر. 85% زي ما كنت بقول لكم امبارح من عقارات مصر غير مسجلة. طيب، عندنا قانون واللائحة التنفيذية تم إصدارها، وأصبح في عندنا بقى كل التفاصيل اللي تخلي حضرتك تسهل عليك التسجيل. مين معاه؟ الرجل المسؤول عن كل القصة دي، دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري. منورنا. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ والأول في بداية حواري مع سعادتك بنتقدم بخالص العزاء لشهداء الواجب، شهداء الوطن، سواء كان في الداخل أو في الخارج، ونعزي أهالينا الكرام، ونتمنى لمصرنا العزة والكرامة، وأن يدوم على مصر الأمن والأمان في الفترات القادمة بإذن الله رب العالمين. أمين. أنا عندي الـ 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 التفاصيل، كل الحاجات، أو لو صح تعبير تفاصيل الطفرة الجديدة في التسجيل. بس أنا سؤالي بقى، أبدأ من فين؟ يعني أنا لما أجي أقعد أتكلم مع دكتور جمال أقول له هبدأ من فين؟ هبدأ من الرقم اللي أنا قلته، 85% من عقارات مصر غير مسجلة. ده بجد؟ ده على فكرة ده رقم مهول. ده مش مهول، ده احنا نسبة التسجيل في مصر من 5-7%. ده الرقم اللي وصل سعادتك 85، ده سعادتك لا، ده مش حقيقي. احنا نسبة التسجيل ونقل الملكية العقارية في جمهورية مصر العربية لا تتعدى قاب قوسين أو أدنى من 5-7% من عقارات مصر. نقدر نقول بداية صغيرة كده، ونقول الثروة العقارية في مصر كانت مهددة بقوانين عشوائية. من اليوم، من 7 بصدور القانون 9/22، مصر توضع عشوائية القوانين العقارية. عشوائية القوانين العقارية، قانون جديد بفكر جديد يناسب الجمهورية الجديدة، ويناسب التحول الرقمي، ويناسب القضاء على جميع مشاكل نقل الملكية العقارية في مصر. حلو جدا. في مواطن هيجي يقول لي طب يعني انا هستفيد ايه يا يوسف من ورا التسجيل؟ ما انا مثلا عندي الشقه، عندي العماره، بعرف ابيعها بالعقود الابتدائيه، وبتروح من مالك للتاني للتالت للرابع، ولا احنا بنسجل ولا حاجه. طب شوف يا فندم، الثقافه دي تواترت عليها الاجيال من السبعينات والستينات في نقل الملكيه العقاريه، فحصل فصل ما بين العقد المسجل وما بين المالك أو الحائز على الوحدة. ليه؟ لأن جميع التصرفات التي تمت بعقود عرفية وبعيدة عن أنظر وعيون الدولة. الأخطر من كده أن الشعب نفسه هو عايز يسجل، ولكن القانون معقد. ففيه رغبة وثقافة المواطن للتسجيل، ولكن يصطدم بالواقع القانون. حلو. القانون معقد. طب هنعمل ايه؟ وقفنا. ادى الى ايه؟ عزوف كافه المواطنين عن اجراءات التسجيل. في بحث الملكيه العقاريه في القانون 114 كان بيتطلب تسلسل الملكيه. ابحث ملكيه من الوضع يده الحالي حتى سند الملكيه. كل هذه الحلقات العرفيه واجبات الشرع، اطرافها غير موجودين، يبقى المواطن هيصطدم بايه؟ بعدم التسجيل. اوكي. طيب، جزء برضو من الحاجات اللي انا بقى بالنسبه لي كانت ملتبسه عليا هو وضع اليد. انا اول مره اعرف ان في حاجه اسمها حد وضع يد على عقار مبني. انا كنت افهم وضع اليد ده يقول لك حاطط ايده على حته الارض دي، لكن في حاله اسمها وضع يد على عقار ملك. الجديد في القانون ده بقى يا فندم الماده 10 مقرر، وما استحدثه هذا القانون، وهو نقل الملكية العقارية بالحيازة. وتم إيجاد طريق جديد لنقل الملكية العقارية، حيازة هادئة مستقرة مدة 5 سنوات بقصد التملك وبحسن النية من وقت تلقي الحق حتى تمام التسجيل. النص ده تم وضعه في القانون 9/22 لكي يزيل جميع مشاكل الشهر العقاري. هذا النص سوف يحول جميع العقارات الغير قابلة للتسجيل إلى عقارات مسجلة. كل ما هو عقار
سواء كانت وحدة سكنية أو شقة أو محل أو عقار قائم بذاته أو قطعة أرض فضاء ينطبق عليها هذا النص. يبقى تنتقل الملكية العقارية بطريق جديد، وهذا هو ما استحدثه القانون، 5 سنين حائز بسند صحيح هو عقد البيع الابتدائي ويؤيده هذا ويؤيده إيصال كهرباء أو أي إيصال من المرافق أو شهادة ميلاد، كل ذلك يؤيد العقد الصحيح، هو الطريق الأول لكسب الملكية لكل حاجة. حلو جدا. طيب ده برضو يخليني أسأل بقى، بما أن احنا ذكرنا موضوع قطع الأراضي الفضاء، طب دي هيثبت ملكيتها إزاي؟ يعني حط إيده على الأرض دي بقاله 10 15 سنة، عشان أنا فهمت القصة دي امبارح، 15 سنة أو يزيد. تمام. طب هيثبت ملكيته أو حيازته لهذه الأرض بوضع اليد إزاي وهي ما فيش عليها ولا كهرباء ولا مية ولا كذا؟ بس لها طريق تاني، وهو ربطها في العوائد والضرائب العقارية. في ضرائب العقارية بتربط جميع الأراضي الفضاء، يعني لو كان بيدفع لها ضريبة عقارية أو العوايد زمان، العوايد يبقى العوايد اللي هي مصلحة الضرائب العقارية بتنزل بتعمل نزول على الطبيعة لجميع الأراضي بالتحري وبالبلاغ، وبيتم ربط قطعة الأرض الفضاء ربطا ضريبيا. يبقى هو سعادتك هو حائز بيجيب كشف رسمي من الضرائب العقارية بحيازته لهذا العقار، الحيازة وتنطبق عليه القوانين. عظيم. تاني حاجة في أخطر ما هو في ذلك بقى، ودي الضمانة الأساسية لنقل الملكية عن طريق المادة 10 مقرر، وهي أنا ما بكتفيش باللي بقدمه لي صاحب الشقة. لا، ده أنا بنزل الطبيعة وبعمل محضر وضع يد في المكان، وأسأل شهود وأسأل مجاورين وأسأل حارس وأنشر في جريدة وأنشر في الجرايد، يعني بعمل نشرة. يبقى أنا عندي نشرة، عندي وسائل تأمين وضوابط كافية بذاتها لتأمين الملكية العقارية. طيب ده هيبقى في إطار 37 يوم ولا ساعتها هتزيد؟ في إطار 37 يوم. كل ده في إطار 37 كل يوم؟ كل ده في إطار 7 يا فندم. ده احنا كده عدينا يا فندم. انت بتتكلم في قانون بيقول ايه؟ الجمهورية الجديدة قادمة، قادمة بقى بتشريعاتها. صح. هي مش قادمة مجرد شعارات. مظبوط. ده قادمة بتشريعاتها، وزي ما بدأت في سعادتك في بداية الحوار قلت إيه؟ لدينا عشوائية تم القضاء عليها. على فكرة العشوائية في القوانين مش في قانون شراقرة بس، كانت في قوانين كثيرة. دلوقتي بتشوف كل القوانين بتتعدل، في الجمارك قانون بتتعدل، في كل الجهات قانونها بتتعدل وبترتقي لمرتبة العهد الجديد. احنا بنسميه العهد الجديد جدا. طيب انطلاقا من المصطلح، الطفرة اللي حصلة في الشهر العقاري بشكل عام، أي مكاتب الشهر العقاري وما إلى ذلك، احنا هنا بنتكلم على المكان وتجهيزاته، وأنا رحت الحقيقة مكاتب شهر عقاري كذا مرة وشفت الحقيقة والله ربنا عالم، وحتى زمالي كمان صوروا تقارير هناك في الفترة اللي فاتت وما إلى ذلك، الموضوع بقى حاجة تانية خالص، اختلاف كل وجزئي. بس كمان في اطار هذه الطفره عندنا تسهيلات بيقدمها هذا القانون ولائحته التنفيذيه. تمام. ابدا من فين؟ ابدا الاول من المكاتب وزيادتها وتجهيزاتها وما الى ذلك، ولا ابدا بالتسهيلات القانونيه والإجراءية؟ احنا ممكن نبدا ما هو افضل من ذلك. انا عندي قياده سياسيه وطنيه طبعا لديها الرغبه في نقل البلد نقله اقتصاديه اجتماعيه حضارية، وبالفعل لمسنا ذلك على أرض الواقع في خلال 7 سنوات الماضية. توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل وإعداد مشروع متكامل للثروة العقارية لتيسير إجراءات الثروة العقارية، وهو المشروع الذي تبنته القيادة السياسية، بل بالعكس تشرف عليه وتتابعه. لما تلاقي فخامة السيد الرئيس في هذا القانون يتابع ويتم عرض من معالي الوزير للعدل في الأسبوع الأخير في رمضان على فخامته نماذج هذه التوكيلات، وبحضور دولة رئيس الوزراء وفخامته يراجع النماذج التي سوف يقوم المواطن بتقديمها للشهر العقاري، لما تشوف فخامة السيد الرئيس نفسه وهو بيراجع النماذج مع معالي وزير العدل وبحضور دولة رئيس الوزراء للنماذج،
يبقى تعرف ان احنا انتقلنا نقله حضاريه اجتماعيه واقتصاديه. صحيح. اقدر اقول لسعادتك بعد هذا القانون سوف تتحول جميع العقارات الغير مسجله الى عقارات مسجله. وجميع العقارات القابله للتسجيل الى عقارات مسجله. طب والعقارات الغير قابله للتسجيل؟ تم ايجاد اليات وضوابط لنقلها في هذا القانون. طب يعني ايه عقار غير قابل للتسجيل؟ هقول لسعادتك عقار في ظل هذا القانون غير قابل للتسجيل هو في حاله واحده بس. عقار ليس لديه رخصه بناء وماشي في اجراءات التصالح. مجرد ما هيجيب التصالح هو العقار ده غير قابل للتسجيل في الوقت الحالي وفقا لاحكام هذا القانون. اوكي. جاب الرخصه هننقل ملكيه. ايه تاني يا فندم؟ العقارات محل النزاع والخصومات على العقار. عقارات فيها قضايا عليها، في مشاكل، كل هذه العقارات دي غير قابله للتسجيل الا بعد تصفيه هذه الخلافات والنزاعات على العقارات. بخلاف ذلك سوف يتم باذن الله نقل الملكيه العقاريه بطريقه سهله وبسيطه وميسوره في خلال مده 37 يوم. شايف سعادتك بتستغرب وقاعد بتفكر هل فعلا الكلام ده صحيح؟ وده السؤال اللي انا بسأله من الساده المواطنين. محدش مصدق ان انا ممكن انتقل وانقل ملكيه عقاريه في خلال 37 يوم. اول يوم لفعاليه هذا القانون معالي الوزير نزل بنفسه. نزل لي يا فندم يقدم لتسجيل عقاراته في شبين قناطر لسبب. هو عايز يشتغل في الموضوع ده كمواطن. يشوف انا بقدم واصر انه يقف على الشباك ويتعامل مع الاجهزه بنفسه. ما في جهاز كمبيوتر دلوقتي دوره العمل في الشهر العقاري مميكنه بالكامل. والميكنه مع احترام لحضرتك لا تفرق بين شخص واخر. انت بتحضر كنت لسه اقول لحضرتك كده هيقولوا طب ما طبيعي ده سياده المستشار عمر مروان طبيعي يعني هيخش المكتب كل حاجه هتخلص الاعضاء ومعاه رئيس المصلحه ومعاه المساعدين والكلام ده كل ده هيقولوا لنا خلاص كده كل حاجه ما هتخلص يا جماعه انتوا بتقولوا لنا كلام. انت قدام دلوقتي تحول رقمي، قدام دلوقتي آلات هي التي تتعامل وليست مواطنين. المواطن الموظف العضو هو يتعامل مع الآلة، ولكن الآلة لا تفرق في إدخال المعاملة، لا تفرق ما بين سيادتك وسيادتي. هيقولك طب ما ممكن مثلا إجراءات الفحص ومش عارف ايه هتبقى أسرع شوية. لا يا فندم، فحص دلوقتي النماذج. الميزة في هذا القانون أنه تم عمل نماذج لكل حالة على حدة، لكل طريق من طرق التسجيل نموذج. شوف يا فندم عشان أوضح لسعادتك نقطة، القانون ده عشان يطلع قعدنا شغالين عليه وزارة العدل بكافة قطاعاتها، ده في الشق القانوني. لأن في وزارات تانية معنية اشتركت معانا ولها باح كبير جدا، شركاء النجاح معنا، وزارة التخطيط، وزارة الاتصالات، وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزارة الري ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة. كل هذه الجهات اشتغلت على هذا القانون. بس احنا لما نيجي نتكلم عن الشق القانوني وزارة العدل اللي قامت به، جميع قطاعات وزارة العدل اشتغلت في هذا. قطاع التشريع، قطاع التخطيط، قطاع أبنية المحاكم والشهر العقاري، كل قطاعات وزارة العدل اشتغلت على هذا القانون. 440 يوم عمل، ورش عمل في وزارة العدل لهذا القانون. في مكتب معالي الوزير 46 جلسة ترأسها سيادته في مكتبه الخاص لهذا القانون. استعداد كامل من كل أجهزة الدولة، لأن زي ما سيادته معالي الوزير بيوجب النقطة، ده مش مشروع وزارة العدل فقط. وزارة العدل لا تستطيع أن تقوم بهذا المشروع بمفردها. دولة؟ لا، ده الدولة كلها بكافة أجهزتها. جميع الوزراء اشتركوا في هذا المشروع، ومش اشتراك، لا، ده تكاتف. ومش كده كمان، ده منتج لازم أن يطلع. معالي وزير الاتصالات ربط كافة مأموريات الشهر على مستوى الجمهورية للتحول الرقمي. وزارة التخطيط، انت يا فندم بتشوف فكر جديد. أنا ليا دلوقتي 27 سنة في قطاع الشهر العقاري، لم أشاهد ولم أرى ما رأيته بأعيني في هذه المرحلة، ولم أكن أتخيل في يوما أو بعد يوم أن يأتي زمانا على قطاع الشهر العقاري وينطلق
تم انتشاله من الضياع. كان هيضيع فعلا، هيضيع، كان هيضيع عزوف مواطنين. وانت تعرف ان احنا لحد من شهرين كنا شغالين بالدفاتر، بالدفاتر والملفات. دلوقتي يا فندم خش مرة الشهر كلها دورات عمل متماك ميكنة حديثة. هذا هو التحول الرقمي. طيب المسألة بتاعت شهر عقاري دي في الغالبية العظمى هتبص عليها باعتبار انه ده هيصب في مصلحة المالك اللي هو الفرد اللي مالك البيت، مالك شقة، مالك أرض إلى آخره. لكن هل يصب هذا القانون وهذه اللائحة وهذه التيسيرات والطفرات في مصلحة صناعة العقار بشكل عام؟ شوف فندم، احنا لما نتكلم عن فوائد التسجيل هنلاقي ونحصل فوائد التسجيل، هنلاقي فوائد التسجيل بالنسبة للأفراد هيعود عليها فائدة من التسجيل. فائدة التسجيل بالنسبة للأفراد، العقار يعد أكبر وعائد داخلي بالنسبة للمواطن. طبعا ثروته العقارية، ثروته حاططها في عقار، سواء كان محل أو شقة أو بيت أو قطعة أرض، دي ثروته. طيب هذه الثروة ألا أنا الوقت أن يتم تأمينها وتؤمن؟ طبعا الطريق الوحيد لنقل الملكية العقارية وتأمين العقارات وهو التسجيل. يبقى هيرحم هذه العقارات من كثرة الدعاوى اللي ممكن يتم رفع على هذا العقار ويتم سلب العقار من تحت يده، عقار غير مسجل. سهل جدا يتم السطو على هذا طبعا العقار واتخاذ اي اجراء قانوني ضد لها صاحب خلاص كده، او انت ما معكش ورق اثبت ملكيتك. انت قاعد ممكن مع احترام لحضرتك بره وغيرك يخش يقعد، انما لما يكون في عقار مسجل يبقى انا عندي تامين الملكيه العقاريه في المقام الأول بالنسبة للسيد المواطن. طيب بالنسبة للمجتمع في استقرار وعدم تفشي النزاعات. صح. أنت سعادتك معاك ملكيتك مسجلة وأنا معايا ملكيتي مسجلة، كل من نوعها، كل أحد عارف طريقه. هيؤدي ذلك إليه تداول العقارات وتنشيط العقارات. عقارات مسجل سهل. صح. جدا تبيعه وأنا أشتريه من ساعات في عادتك فيه. يعني دلوقتي الأعداد ما بين البيع والمشتري بتستغرق شهور وسنين عشان يتم الاتفاق ما بين البائع والمشتري. على اساس ايه؟ انت بتجيب له ورق وبيجيب محامي يبحث الورق. طب لو عقارك مسجل، ادي يا فندم عقاري، ادي المسجل، سلام عليكم، اخد ورقه. عليكم السلام. طب اتفقنا، خلصنا. يبقى دي اكبر حاجه بتاثر في المجتمع. طب الدوله هتستفيد ايه؟ ضبط الوعاء الضريبي بالنسبه لهذه العقارات طبعا، ومش كده كمان، ورفع تصنيف الدوله من حيث الثروه العقاريه. صح. لما يبقى عندي استقرار في الثروه العقاريه، لما يبقى عندي معاملات سهلة بسيطة في نقل الملكية العقارية، مستوى الدولة بيتم تقييمه على أساس الملكية لأنه هيحصل نمو في سعر العقار، وبالتالي يترفع تصنيف الثروة العقارية بتاعتي، وبالتالي أدخل في مرحلة كان تحدث عليها الرئيس قبل كده، تصدير العقار المصري. تصدير العقار المصري، ان انا بره الناس الاجانب دول، مش هقول بقى اهالينا اللي بيشتغلوا بره، الناس الاجانب دول كانوا زمان يجي يقول لك انا هروح اشتري في مصر وايش عرفني العقار ده قصته ايه واوله ايه واخره. مش عاوز اقول لحضرتك على وقائع، ولكن ده اللي كان بيحصل بالفعل. الكثير من الشركات جت تستثمر في الاستثمار العقاري في مصر ووجدت انه اصطدم بقانون. قانون من سنه كام؟ سنه 46. بيطالب بايه يا فندم؟ بتسلسل الملكيه. بيطالب بايه يا فندم؟ مده الطلب سنه وسنتين. طب اي مستثمر هيجي لسعادتك وهو عارف ان هو عشان هيتم نقل ملكيه الارض اللي هو جاي يستثمر عليها سنتين، طب هو جاي يستثمر ولا جاي يقعد جنب قوانين الشهر العقاري ويسجل؟ انما لما المستثمر يعلم علما يقينا ان هناك قانون في مصر يتم من خلاله نقل الملكيه العقاريه في خلال 37 يوم، هذا أكبر ضمان للاستثمار العقاري في مصر، هذا أكبر ضمان للاستقرار الثروة العقارية في مصر. طب على سبيل المثال مثلا في إنجلترا، لو أنا عاوز أشتري بيت، شقة، كشك، أقدر أعرف كويس هو اتبنى إمتى واتباع كم مرة وكل مرة كان السعر بتاع البيع قد إيه، حدوتة كده، حاجة عاملة زي اللي اتكلم عليها دولة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم قومي للعقار، أنا يعني عارف سلسلته. بالطريقة دي هيجي علينا يوم إن أنا أبقى عارف إنه البيت ده سلسلته كانت كذا ونمو السعر كان كذا، ولما حصل مثلا فترة ركود لا قدر الله في العالم فنزلت الأسعار بكده زادت تاني زي ما حصل في أمريكا 2008، حاجات زي كده. ده هيجرى في يوم من الأيام عندنا هنا؟ طب أنا هقول لحضرتك ما يحدث أكثر من ذلك.
شوف انت ساعتك بتتخيل اللي في انجلترا. لا يا فندم، انا في هذا القانون بنقل الملكية العقارية وبسقط الملكية العقارية على خريطة الأساس الخاصة بجمهورية مصر العربية. أنا عندي خريطة أساس في جمهورية مصر العربية معلق عليها جميع العقارات والأراضي الفطاء للجمهورية. حلو. فيه ربط، وهذا هو البروتوكول الموقع ما بين وزارة الدفاع وإدارة المساحة العسكرية ومثلا لأنها تملك خريطة الأساس، وما بين وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقار والتوثيق، وما بين لجنة حوكمة أصول الدولة، وما بين وزارة التخطيط. هذا البروتوكول ربط ما بين هذه الجهات على أساس أن أي تعامل يتم في الشهر العقاري عشان الملكية مجرد ما تسجل تعلق على خريطة الأساس. طيب هذه خريطة الأساس يوجد بهذا الرفع حاجة اسمها استراك كود. استراك كود هو الرقم التعريفي للعقار. لكل عقار سوف يحصل على استراك كود، وهو الرقم التعريفي للعقار وعدده 33 رقم. هذا استراك كود هو الرقم التعريفي للعقار. هذا النظام سوف يؤدي لإيه؟ التكامل والترابط ما بين كافة جهات الدولة. إزاي يا فندم؟ أنا شهر عقاري نقلت الملكية، سرق كود، حط على خريطة الأساس، الشقة بتاع حضرتك اتسجلت باسم سعادتك على خريطة الأساس. حلو. وزارة الكهرباء تخش على خريطة، تعرف الشقة دي باسم مين؟ باسم مين؟ الغاز باسم مين؟ الإسكان باسم. يبقى كل قطاعات الدولة وكل أجهزة الدولة شايفة على خريطة الأساس الوحدة دي بتاع مين؟ مفيش حاجة هتتم بعيدا عن أعين الدولة. انتهى زمن البعد عن الدولة. صح. الدولة دلوقتي أصبحت تتحكم وترى كل شيء. طيب خريطة الأساس. أنا هستأذن، هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل هنكمل تكملة كده في النقطة المتعلقة بعقارات أيضا أظن كانت غير قابلة للتسجيل قبل كده، اللي كانت العقارات بتتعمل إيه؟ طبعا أنا عارف إن دي نسبتها بتبقى قليلة جدا ما بين نسبة لعموم المصريين، يعني العقارات مش عارف الكومباوندز والساحل الشمالي وكل الكلام ده، الحاجات دي ما كانتش بتتسجل زمان، جزء منها يقول لك ده لسه الأرض دي مش مسجلة لأن عليها لسه أقساط لهيئة كذا لمجتمعات عمرانية، والأرض دي لسه عليها أقساط المحافظة، وبالتالي كل ده ما كانش بيسمح بعمليات التسجيل. هل هذه العقارات أصبحت دلوقتي قابلة للتسجيل ولا لأ؟ هروح الفصل ونرجع نكمل الكلام مع ضيفنا العزيز دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية. استنونا. طبعا كل زملائي عاملين يتوجهوا بكم اسئله مهول لدكتور جمال، يعني صح هو كده بالفعل كلام دكتور جمال في المظبوط، يعني 5-7% اللي مسجلين وبقيتنا بما فيهم انا بالمناسبه يعني احنا في البطاطا خالص. هسجل والله، لا هروح اسجل ان شاء الله. لا يمكن. طب انا كنت بسال على مساله الملكيات اللي احنا كنا قبل كده لما نيجي نقول والله دي بتتسجل، فيقولك مثلا الارض دي خدها مطور من هيئه المجتمعات بس لسه ما سددش، طب انا كمواطن هعمل ايه؟ مش عارف الحته دي واحد شاليه في الساحل الشمالي بس اصل دي ليها قيود ثانيه فدي ما كانتش قبل كده برضو بتتسجل، بتبقى كلها حاجات عبارة عن عقد ابتدائي واخده من الشركة، ولو أنا شاريها من دكتور جمال فأنا شاريها برضو بعقد ابتدائي وتوكيل بيع حواديت كده، دي بيتعمل فيها إيه أو هيتعمل فيها إيه؟ شوف يا فندم، أنا عندي المجتمعات العمرانية القديمة وعندي المجتمعات العمرانية الجديدة. المجتمعات العمرانية القديمة ده اللي بينطبق عليه أحكام القانون 114 لسنة 46 اللي احنا عدلناه. طيب المجتمع العمراني الجديد ينطبق عليه القانون 27 لسنة 2018 اللي هو بينظم التملك في المجتمعات العمرانية الجديدة. عظيم. لما جاء القانون ده يتم إعداده، معالي الوزير بحث نقطة على أعلى مستوى، مدى إمكانية استفادة المجتمع العمراني الجديد بهذا التشريع. وبالفعل وجدنا آلية جديدة
لنقل الملكية كوارد المجتمع العمراني القديم. وبالفعل عملنا 8 نماذج موازية للثمان نماذج بتاع المجتمع العمراني القديم. النماذج الملونة دي. الملونة. يبقى أنا عندي 16 نموذج. حلو. 8 نماذج بيمثلوا المجتمع العمراني القديم ونفس 8 نماذج بيمثلوا المجتمع العمراني الجديد. جميل. بل بالعكس، احنا في هذه النماذج المجتمع العمراني القديم، في القديم كنا بنطلب رفع مساحي رقم، في المجتمع العمراني الجديد لانه هذه الاراضي وهذه الكومبوندات كل ده سعادتك مخططه منظمه لها ترخيص مباني طبعا، الدوله باجهزتها اشرفت عليها وطورتها، فكل الداتا بتاعتها موجوده في الاجهزه. عظيم. وبناء على ذلك هذه التسجيلات داخل المجتمعات العمرانيه الجديده يسري عليها عدد 8 نماذج تمثل الحالات الواقعيه وتسجيل الاحكام وكل هذه الحالات. رائع جدا. يبقى ينطبق عليها هذا التشريع وهذا التعديل القانوني. حلو قوي قوي قوي. نخش بقى على الحاجات اللي هي ايه الناس هتستخدمها، يعني مثلا حاجه زي ارغب في عمل توكيل. يعني ايه ارغب في عمل توكيل؟ التطبيق ده الموقع يعني. طيب احنا كده هنقلنا من القانون الشهر لنقل الملكيه العقاريه للتوثيق. للتوثيق. في ازدحام امام مقرات فروع التوثيق على مستوى الجمهوريه. ماشي. عدد مقرات التوثيق على مستوى الجمهورية فيها أمامها ازدحام. وزارة العدل اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الازدحام. طيب تعمل ايه؟ أول حاجة وقعت بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد بإنشاء وافتتاح عدد 110 مقر داخل مكاتب البريد للتوثيق. يبقى أنا عندي توسع أفقي في مقرات البريد، موجود فيها مقر للشهر العقاري يقوم بعمل التوثيق، ماشي في سكة التكامل. التكامل والترابط عليها طول الوقت. يبقى ده بروتوكول حل لمشكلة. حل لمشكلة طبعا. لأن أنا عندي 110 مكتب بريد، يستطيع المواطن وجد ازدحام في منطقة والمنطقة دي فيها مكتب بريد ومكتب البريد فيها شبابيك للتوثيق، يبقى السيد المواطن قادر يتوجه لمكتب يوجه البريد اللي فيه توثيق، اللي فيه توثيق، يبقى خف الازدحام. صح. دي ما هو رؤيه الدوله ورؤيه وزاره العدل قائمه على ايه؟ شوف المشكله فين ونشوف الخطه لحل هذه المشكله. في ازدحام، طب انا عندي فرع من فروع التوثيق في 5 موثقين. الخمس موثقين قائم عليهم حي بالكامل. طب لما انشئ مكتب بريد في فرعين افتت عدد الموثقين، 3 يروحوا هنا واثنين يقعدوا هنا، ادي 5، وفي نفس الوقت المواطنين هنا وهنا، يبقى دي رؤيه الدوله ورؤيه وزاره العدل في فض التشاب. تاني حاجه سيارات التوثيق المتنقله. ايوه. بالفعل بروتوكول تم ما بين وزاره التخطيط ووزاره العدل والاتصالات على اساس انشاء سيارات للتوثيق المتنقله، وبقى عندنا دلوقتي اسطول من السيارات التوثيق مغطية كافة محافظات الجمهورية، وفي خط ساخن 15-3 ساعات يستطيع السيد المواطن التواصل مع هذا الخط وبيحدد له الزمن والمكان اللي بينتقل. هذه السيارات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. شهر عقاري متنقل. متنقل ومش كده بالبصمة الإلكترونية. مش الحبر بتاع زمان. لا لا لا، بصمة. والأخطر من كده السيد الموثق بيطلع لحضرتك لحد الشقه بتاعتك، بيمضي او على الاجراء وبيسلمك الصوره الرسميه في عقر دارك في منزلك. الاخطر من كده ان هذه السيارات وتوكيلات هذه السيارات رابطة على شبكه معلومات مصلحه الشهر العقاري والتوثيق، فبتتسجل مركزي على طول. بمعنى انت عملت توكيل سعادتك هنا في القاهره بالسياره المتنقله، طب انت موجود في اسكندريه وعاوز تاخد منه صوره، هتيجي القاهره تاخد منه صوره؟ لا، في فرع، اي فرع مميكن في اسكندريه تطلب صوره من التوكيل يستدعيها وتاخد صوره منه. طب في اسواق تاخد منه صوره. يبقى عندي عمليه التحول الرقمي وعمليه انتشار الخدمات المتعدده في قطاعات الشهر العقاري ادت الى ايه؟
انا دلوقتي ما عنديش مشكله في التوثيق دلوقتي ازدحام زي زمان انت كنت حضرتك ما تتخيلش. تالت حاجه ودي افتتاح العديد من فروع التوثيق المتميزه ودي سعادتك فروع في اي بي. يعني ايه بقى ده؟ فروع فرع من التوثيق زي مول العرب سوديك عندنا ست ستار تيوفالي في اسكندرية هذه الفروع مميزة الخدمة فيها على الحجز المسبق انت ساعتك بتحجز برضو 15 3 ساعات نعم لا دي الفروع المميزة بتخش على بوابة مصر الرقمية تخش على الويب سايت بوابة مصر الرقمية وبتحجز وبيحدد لسعادتك وتقول انا عاوز ست ستار يقول لك يوم الخميس الساعة 10 الصبح قدام الاستاذ فلان وانت ساعتك بتكتب توكيلك من خلال بوابة مصر الرقمية بتروح حضرتك في نفس التوقيت بتلاقي السيد الموثق منتظر ساعات بيعمل حاجه واحده بس ما فيهاش شهر لا ما فيهاش شهر السيد الموثق بيتحقق من حاجه واحده بس من شخصيتك ومن اهليتك فقط بيصل حضرتك انت بحضرتك بتعمل توكيل لفلان فلان تمام بيتحقق من شخصيتك اطبع التوكيل اتفضل بطاقه. خدمات التوثيق بقت دلوقتي احنا خدنا طريق كبير جدا في التوثيق ووزاره العدل بتبحث جاهده عن حل جميع المشاكل التي تقضي على الازدحام وتوصل الخدمة بطريقة سهلة وبطريقة ميسورة. حلو جدا. ايه هي بقى الحقيبة؟ يعني انا عارف ارغب في عمل توكيل وعندنا السيارات المتنقلة وعندنا الحاجات اللي في البريد وعندنا المكاتب نفسها وما الى ذلك. ايه الحقيبة دي؟ ما الحقيبة هي اللي داخل السيارة المتنقلة اللي بيطلع السيد الموثق بيقضي فيها. دي اللي اي حد من حقه ان هو يطلب انها تستخدمها ولا مثلا كبار السن حد مريض؟ لا 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 أي حد. على فكره اي حد متاحه للجميع، هذه الخدمه متاحه للجميع. طب خلي سعادتك ممكن انت سعادتك تكون مش عاوز تنزل الشارع وعاوز تستفيد بالخدمه. الخدمه خدمات التوثيق اللي هي خاصه بالفي اي بي او وزاره التوثيق المتنقله كل هذه الخدمات متاحه للجميع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت طالب الخدمه ومحتاج الخدمه. الخدمه متاحه للجميع. طيب هرجع مره تانية بقى هنا على الشهر عشان يمكن حد كنا بنتكلم انا وزمايلي على مساله الناس تتساءل، يعني مثلا لما نيجي نقول والله انه 3900 جنيه هم الحد الاقصى لرسوم تسجيل العقارات والشقق. حد اقصى ده معناها انها شرائح. صح؟ بتتقاس على اي اساس؟ هل هي على المبلغ بتاع البيع ولا قيمه يعني بتتقاس ازاي؟ هقول لسعادتك لما جامع للوزير يحدد ضوابط النماذج انت تعرف الرسوم دي احنا قعدنا فيها كام جلسه مع معالي الوزير؟ 9 جلسات من ضمن ال 440 يوم من ضمن ليه يا فندم؟ هو كان سيادته ومحضر مكتب سيادته الفني وبنتناقش في نقطه اساسيه. طيب كل نموذج من هذه الطلبات نحسب النماذج بتاعها، احنا عملنا 16 نموذج. تعالوا نحسب ال 16 نموذج. نحسبه من حيث رسوم نقل الملكيه العقاريه، رسوم انتقال اللجنه اللي هتنزل والبحث، رسوم النشر في الجرايد، رسوم متابعه واستعلام من كافه اجهزه الدوله، يعني السيد المواطن بيقدم لي اوراق. القانون حاطط شرط من يقدم اوراق مزوره بقصد سلب ملكيه عقار حط العقوبه جنائيه مده لا تقل عن سنه وغرامه 50,000 جنيه ومش كده وضبط المستند المزور وقرر سيادته منح الضبطيه القضائيه للساده رؤساء المامورات وامناء المكاتب لضبط المستند واعداد مذكره وعرضه على النيابه العامه في اليوم التالي على الاقصر. رائع. ليه يا فندم الضمانات دي؟ عشان السيد المواطن اللي بيفكر او بينوي انه يفكر يكون جزاؤه الماده اللي تم وضعها في هذا التشريع. فاللي ناوي يرجع يتقي الله. ما هو ده ملكيه عقاريه وثروه عقاريه. طيب كل هذه الاجراءات وكل هذه النماذج عاد سيادته يحسب معانا الرسوم. هذه الرسوم رسوم دولة رسوم دولة طبعا. هذه المصاريف الإدارية طبعا عندي رئيس مأمورية واثنين أعضاء فنيين هينزلوا يعملوا المعاينة صح هياخدوا عربياتهم
او هيتصرفوا في وسيله مواصلات اوبر او ان كان وينزل يعمل المعاينه، او انه حتى الدوله هتوفر وسيله المواصلات، ما هي تكلفه في النهايه. لا الدوله مش هتوفر، ما هي دي المصاريف الاداريه اللي تم تحديدها. طيب هننشر في جرايد، وتعاقدنا بالفعل مع 3 مؤسسات حلو للنشر، كل ذلك على نفقه السيد المواطن. كانت رؤيه معالي الوزير تنحصر في ايه؟ انا مش عايز اجيب المواطن الا مره واحده حد اقصى، قلنا الافندم هي مرتين، مره وهو بيقدم النموذج مستوفي الاوراق، ومره تانية وهو بيوقع على العقد النهائي بتاعه. حلو. هو سيادته كان بيوجه لا انا مش عايز اجيب المواطن الا مواطن مره واحده، هو يجي يقدم ويمشي ونشوف آليا ان العقد يوصل له ازاي. فاصطدمنا بنصوص قوانين التوثيق ان لازم المواطن يجي يوقع على العقد النهائي. ماشي. فاصبحت مرتين. يبقى كافه الرسوم الاداريه وكافه الرسوم نقل الملكيه العقاريه وكافه الرسوم دي تم حساب على حسب الشرائح. فاصبح عندي نماذج رسوم 500 جنيه في عدد الـ8 نماذج اللي هي حالات معينه. هي حسب الحاله. على حسب النموذج. قيمه العقار لا, لا 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 على حسب النموذج اللي انت بتتعامل بيه. انت سعادتك طريقه نقل الملكيه عند سعادتك هترفع دعوه صحه ونفاذ، ليك نموذج دعوه صحه ونفاذ. رسومه كام؟ 500 جنيه. اوكي. رفع الدعوه وربع الرسم 500 جنيه، يعني هتقدم دعوه صحه ونفاذ هتدفع 500 جنيه. امتى بقى انت هتدفع 3900 والدول تحت حساب التسويه؟ في الحالات التي تتطلب معاينات ونشر وانتقال، كل هذه الحالات هي اللي بتتطلب 3900 جنيه. يبقى كل حالة على حدة لها شريحة من الرسوم، شريطة إنها ما تتعداش 3900. 3900 هي الحالة الأكثر تعقيدا وصعوبة، ده اللي هو نموذج رقم 1 ونموذج رقم 2 اللي بيتم نقل فيهم الملكية بطرق معينة. هذه الطرق بيتم الاستعلام من الشهر العقاري عن بعد النقل. الميزة برضو لهذا في القانون، القانون القديم كنا بنجيب شهادة بعدم حصول مخالفات عن الوحدة المخالفة. معالي الوزير وجه نقطة معينة في القانون، إيه هي يا فندم؟ قال فرقوا ما بين 3 حالات، وفعلا حطناهم في اللائحة وبالفعل حطناهم في النماذج. سيادته قال العقارات اللي مقامة قبل العمل بأحكام القانون 25 لسنة 92 وهو قانون الزلزال، ده ما تطلبش منه إلا أي مستند يثبت لك إن العقار كان مقام قبل 2/6/92. طيب ليه يا فندم 2/6/92 وقانون 25؟ لأن بصدور القانون 25 لسنة 92 وقانون الزلزال قال لك مفيش مباني تقام إلا برخصة مباني. إنما قبل كده كان يجوز إقامة المباني بدون ترخيص. فالفترة بعد 2/6/92 المباني أصبحت تقام بترخيص. دي الحالة التانية. يبقى الحالة الأولى العقارات المقامة قبل 2/6/92 دي هيثبتها بأي مستند؟ العقارات اللي مقامه بعد 2/6/92 هيقدم رخصه مباني، دي الحاله الثانيه. فاذا كانت الرخصه والعقار او الوحده داخل نطاق الترخيص مش هيقدم شهاده بعدم حصول المخالفات، يبقى هيقدم الرخصه. امتى هيقدم؟ الحاله الثالثه بقى اللي سيادته وجه بيها وبالفعل بدات تتنفذ، نفذنا على النموذج. المباني اللي مقامه بعد 92 وليس لها رخصة مباني، دي بقى لازم أن يجي فيها قرار تصالح. لازم يجي بالطبع. يبقى أنا عندي 3 حالات ودي المميزات اللي أتت بهذا القانون. القانون فرق ما بين الملكية في مصر اللي قبل صح. الترخيص اللي بعد الترخيص اللي مخالفة للترخيص اللي مخالف. شفت القانون؟ القانون ده أنا بعتبر أن هذا القانون فكر جديد برؤية جديدة بإجراءات جديدة. هو طفرة فعلا في كل حاجة. يعني في الرسوم له إجراءات وقوانين، في الجانب الفني له إجراءات وقوانين. طيب أنا أساساً هروح لفاصل الأخير ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. بعد إذنكم استنونا. عندي 4 دقايق هسأل فيهم 3 أسئلة ورا بعض دلوقتي. أول حاجة أنا مسجل أو عندي تسجيل بكم عقار لحد دلوقتي في مصر ومستهدف أسجل قد إيه؟ السؤال الثاني هو الأجانب
لما يجوا يسجلوا هينفع ولا مش هينفع، وهي شروط تسجيل الأجانب وتسجيل الملكية. ثلاثة وهو الأخير شكل التقديم الإلكتروني، إلى أي مدى هو يسير ويحصل إيه عشان أنجز نفسي. طب أنت سعادتك سألت خلص الأربع دقائق. سلام عليكم، يلا بينا. أنا سعادتك سألت ثلاثة أسئلة، كل سؤال من هذه الأسئلة محتاج وقت ممل، ولكن أنا برضو عشان رغب سعادتك في التوقيت هنقدر نقول لسعادتك أننا عندنا عدد العقود المسجلة. لما معالي الوزير وجه بحصر عدد العقود المسجلة وجد أن عدد العقود المسجلة يتمثل من سنة 46 حتى اليوم 13 مليون عقد. عندنا عقارات مسجلة بعقود مسجلة 13 مليون. هل ال 13 مليون دول عقد يمثلوا 13 مليون عقار؟ لا يا فندم، ما بيمثلوش، لأن العقارات بتتداول، المسجلة بتتداول، فممكن العقار الواحد يبقى عليه 10 معاملات 10 عقود مسجله، ف 13 مليون مش هي المراه الحقيقيه لعدد العقارات المسجله. حلو. ولكن انا اتمنى ومعالي الوزير اتمنى والقياده السياسيه تتمنى ان احنا ننقل ال 13 مليون دول اللي هم سجلوا لدينا في خلال 5 سنين. كلنا نتمنى، ولكن ثقافه المواطن مع التيسيرات هي اللي هتدينا عدد من المسجلات اللي احنا هنفتخر بيه، وهنقول احنا كنا الجيل الذهبي اللي قدرنا ان احنا نرفع الثروه العقاريه في مصر. الساده الاعضاء الفنيين على مستوى الجمهوريه شغوفين بهذا القانون. ليه يا فندم؟ الجيل ده عاوز يثبت في يوم من الايام انا شاركت في هذا القانون، وانا فعاليات هذا القانون انا بدات اشتغلها. عارف مصطلح الاباء المؤسسين في امريكا؟ بالظبط، هي المسألة، هي المسألة دي. الأباء المؤسسين للجمهورية الجديدة. شوف يا فندم، فكر الأعضاء القانونيين الراقي عمل إيه يا فندم؟ عمل إيه؟ أنشأ جروبات خاصة، وأنشأ هذه الجروبات مع السادة المحامين عشان يعرف الفكر. فكر متطور على أعلى مستوى من الأعضاء الفنيين لنجاح هذا القانون. مش كده كمان، ثقة بقى معالي على التوازي، ثقة معالي الوزير في هذا الكم الهائل من الأعضاء اللي لهم ثقافة الفكر برفع كيان المصلحة ورفع كيان الاقتصاد والثروة العقارية. طيب تسجيل العقار لغير المصريين، على فكرة القانون ما فرقش ما بين القانون 9 في نقل الملكية العقارية ما فرقش ما بين أجنبي ومصري، ولكن في ضوابط طبقا لأحكام القانون 230 لسنة 96. هذا القانون هو قانون التملك شؤون غير المصريين. القانون ده بيحط ضمانات معينه اللي هي ما يتملكش اكتر من 4000 متر، ان هو بقصد السكن له ولاسرته، اجراءات امنيه بيتم الاستعلام عنها، ولكن طبعا يجوز وفقا لاحكام هذا القانون يجوز للاجنبي ان يستعمل هذه النماذج وان يقدم هذه النماذج وبنفس الرسوم. وبنفس الرسوم. حلو، ما فيش فرق ما بين اجنبي ومصري في قانون الرسوم. قبل السلام الختام، نسجل ازاي الكترونيا؟ طيب إمكانية تقديم الطلبات، هذا هو ما أتى به التشريع وهذا هو ما أتى به القانون، وهو تقديم طلبات شهر لنقل الملكية العقارية إلكترونيا، والأخطر من ذلك تلقي مأموريات الشهر نقل الملكية إلكترونيا، وده اللي موجه فيه معالي الوزير في يوليو 22 سوف يتم تفعيل هذه الخدمة بإذن الله. دكتور جمال نورت وشرفت، وكان لقاء طال انتظاره. الحاجات الحلوة اللي فيه هي أنه كانت بتخيل نقعد كل شوية أبعت لحياتك على الواتساب ونقعد نتكلم وحاجات زي كده، والأحلى وأحلى هو أنه بعد طول الانتظار نورتنا وتكلمنا في كل الأمور شديدة الأهمية بتاعت النهاردة. ممكن أبلغ أوجه رسالة للسادة المشاهدين الكرام؟ أرجوك. وزارة العدل وضعت هذا المشروع، ووضعت شعار استخدمت وزارة العدل في هذا القانون: سجل وبلاش تأجل، احمي دارك بتسجيل عقارك. صح، هذا هو شعار وزارة العدل في المرحلة الحالية، وسوف يكون لها الأثر الإيجابي في استقرار الثروة العقارية في مصر، في نقل الثروة العقارية في مصر بطريقة سهلة وطريقة ميسورة. ونقول إيه؟ عاشت مصر حرة وتحيا مصر. تحيا مصر، ألف 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 مرة. أشكرك مرة تانية دكتور جمال، كل الشكر لحضرتك. شكرا جدا ليكم على حسن المتابعة. وخلطت الحلقة لحد كده صحيح، بكرة الصبح من النجمة هبقى فين مش هقول لكم، لكن هنعمل حاجة لطيفة جدا هتتذاع لكم كده قريب وهتعجبكم قوي 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 قوي. من النجمة بالمعنى الحرفي، والنهار بيشقشق كده. نقابلكم الأسبوع الجاي. سلامات.